أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى فقرة ضيف التحرير. فمع الإعلان عن قرب انطلاق حملة التطعيم ضد وباء كوفيد-19 انطلقت حملة للتشكيك في نجاعة وسلامة اللقاح، حيث بدأ الترويج لمعلومات مضللة ومغلوطة عن اللقاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وللحيلولة دون انتشار تلك الأخبار الزائفة، أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق حملة تواصلية لإحاطة الرأي العام بكل ما يتعلق باللقاح ضد فيروس كورونا. بدورنا نسلط الضوء على توعية بأهمية اللقاحات ومحاربة الأخبار الزائفة. وينضم إلينا عبر الهاتف البروفيسور مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بكلية الطب بالدار البيضاء. تحية طيبة لك بروفيسور مصطفى الناجي. بداية، علميا هناك لقاحات تنقذ أكثر من 3 ملايين شخص، إضافة إلى حماية ملايين الأشخاص من الأمراض والإعاقات. فما هي أهمية اللقاح ضد فيروس كورونا الذي سينضم إلى عائلة اللقاحات الأخرى في الحماية من الفيروس؟ وهو شكرا أولا على الاستضافة. أهلا بك. وكيف ما جاء في المقال ديالكم، اللقاح هو الحل السبيل من حد تفشي أي فيروس كما كان النوع دياله، هذا معروف علوم الفيروسات. وإلى حد الآن هذه اللقاحات راه تمكنات باش نجينا تقريبا 16 مليون ديال الشخص من الإماتة. فشنو ذاك المغزى؟ يعني الشخص عنده خيارين، إما تتصاب بالفيروس وغادي يمكن لي يكون واحد المناعة، ولكن في نفس الوقت غادي يتصاب بالمرض اللي يقدر ذاك المرض يتفاقم ويقدر يدي لشي عواقب لا يحمد عقباها. أما يعني هاد حتى نهضروا على اللقاح، اللقاح هو نفس التركيبة ديال الفيروس، ولكن عيدنا منه بعد يعني المكونات اللي تنضعفوا هذاك الفيروس، وتيتسمى هذا فاكسان يعني مستضعف، يعني عيدنا منه ذوك المكونات وتجعل الشخص باش يمكن تكون عنده واحد المناعة اللي تتحميه في الوقت فاش يكون عنده علاقة مع الفيروس. طيب بروفيسور مصطفى الناجي، تنويرا للمواطن، ما هي المراحل والتجارب السريرية التي مر منها اللقاح قبل ترخيصه قبل الترخيص له؟ هو اللقاح مر بعدة مراحل. أولا كاينين مراحل اللي هي مخبرية، كاين واحد 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت على الخلايا مخبرية وتكولت بالنجاح، ومن بعد المرحلة الثانية كانت على حيوانات مخبرية صغيرة اللي تكولت بالنجاح، ومن بعد كانت مرحلة أخرى على حيوانات كبيرة لتهي بينت نتائج إيجابية، ومن بعد بدأوا مراحل يعني عند البشرية. كانت مرحلة ديال يعني واحد أقلية ديال مثلا 20 شخص اللي ما تبينات ما كانوا حتى شي اعراض، ومن بعد هذه الشركه اللي دار معها عقده المغرب اللي هي سينوفارم الصينيه دارت واحد الشراكه مع واحد مجموعه من البلدان من ضمنها المغرب. وهنا في المغرب كانت لقاح، كان تجارب مع يعني المستشفى الجامعي بن سينا بالدار البيضاء، والمستشفى الجامعي بالرباط، والمستشفى كذلك العسكري بالرباط. وكانت 600 شخص اللي خذوا ذوك اللقاح، وهذا اللقاح وهاد الاشخاص كلهم كانوا تجارب ناجعه وما كان حتى مشكل. فاذا هاد يعني، وحتى في الصين هاد اللقاح تعطى الاشخاص اللي يعني تم بنجاح وكل شيء تنوى به. ودابا الامام اشاده عبر الناس اللي في الميدان ديال الفيروسات كلهم تيهضروا على هذا نوع اللقاح اللي هو لقاح فاكسان انكتيفي، هو من نوع اللي هو سليم
واللي تعطي واحد الاجابه ديال يعني متوقعه وما كانش مشكل. اذا اظن لا داعي للخوف، والمغاربه خصهم يعرفوا راسهم بانهم في ايادي امنه. ما يمكنش الوزاره الوصيه والحكومه كلهم غادي تدفع بهم باش ياخذوا شي حاجه اللي ماشي متقنين بها. طيب بروفيسور، فقط للتوضيح بالنسبه للقاح كورونا، كيف يعمل داخل الجسم البشري؟ كيف يساعد على تعزيز المناعه ضد الفيروسات والبكتيريا المسببه للمرض؟ هو الفاكسان كيفاش هو تيقوم تقريبا بنفس الدور اللي تيقوم به الفيروس في الحاله الطبيعيه، يعني غير هو الفيروس الا كانت الحاله الطبيعيه تيسبب مرض، وخلال هذاك المرض الشخص تيقدر يتصاب وهذاك المرض يقدر يتفاقم، ولكن في نفس الوقت ضعف تيدير المناعه. هذا يعني اللقاح لما تياخذوا الواحد الشخص يكون عنده ما يسمى دي سيلول ميموار، خلايا اللي تيبقاو عاقلين على هذا اللقاح، وتيدير تيكونوا مكونات اللي تصنعهم يعني ضد هاد الفيروس، وتيبقى محتفظ بهم النهار فاش الشخص تيتعرض لهذاك المرض وتيكون عرضة لهذاك الفيروس، تيتذكروا هذوك الخلايا اللي تيتسموا خلايا الميموار. نعم. وتيبداو يصنعوا هذوك المكونات اللي تيحميوا الشخص، فهذا شيء اللي هو اساسي وضروري، وماشي غير هذا اول فيروس، فيروسات اللي عبر عاصتهم البشريه، منهم الفيروس ديال الفاغيول اللي قضينا عليه، كاين الفيروس ديال البوليوميليت اللي تقضى عليه، وكاين فيروسات اخرى وما اكثرها اللي كلهم بفضل هذا اللقاحات من هذا النوع تقضى عليها بدون اعراض ثانويه. واضح. بروفيسور مصطفى ناجي، هل هناك اختلاف بين مجمل اللقاحات التي تم التوصل إليها الآن عبر العالم؟ نتحدث الآن عن لقاح فايزر، نتحدث عن لقاح سينوفارم، نتحدث عن لقاح شركة موديرنا الأمريكية، هل هناك أوجه اختلاف أم أن اللقاح واحد تقريبا؟ يعني هو لازم نوضحه للمستمعين الكرام، هو اللي هو اساسي هو اللقاح. اللقاح عنده من ناحيه الا بغينا نسميه يعني شنو هي الاهميه ديالو وشنو الاسباب. اللقاح عنده دور واحد، هو يحد من انتشار الفيروس ويعطي واحد المناعه للشخص باش يحمي راسه من الفيروس. هاد اللقاحات كلهم عندهم هذا، ولكن الطريقه لانتاج هاد اللقاحات تختلف، فهنالك عده لقاحات مختلفه وكل وحده مبنيه على اسس. كاين اللقاحات اللي يتبناو الفيروس غير تنديروا ليه مستضعفات وتنخليه كما هو عليه، وهذا الفيروس اللي تيتسمى اتينيو تنحيدوا ليه ذاك الحامض النووي باش ما تيجعلش هذاك الفيروس يتكاثر، ولكن باقي المكونات كلها تتبقى ليه. فهذا هو ما يسمى من الفاكسان دي اولد فاشن، الطراز القديم، وهو اللي خضع المغرب. هنالك لقاحات اخرى اللي هما مبنيين على مثلا على مكونات ديال الفيروس اللي تنعملوهم في بعض فيروسات اخرى وتنجوهم، وهذوك المكونات من بعد ناخذهم ونعطيهم للاشخاص. هذه طريقه، وهنالك مكونات اللي مبنيين على الحامض النووي المراسل ما يسمى بالايرين ميساجي، وتاهو بين النجاعه ديالو، حيت كان يعني تقريبا واحد 56,000 ناس اللي عملوا عليهم تجارب كلها تكولات بنجاح. هناك واحد مجموعة دول منها أسترازينيكا، كاين موديرنا، كاين سبوتنيك 5 الروسي، وكاين افكتيفمون وكاين هذاك السبوتنيك الروسي. ولكن الآن فين كاين الخلاف الثاني بين هذه اللقاحات؟ هو لا لوجيستيك،
كيف يمكن يتخزن هذا الفاكسان وكيف يمكن ليه يتوزع. نعم. هذا الفاكسان احنا اللي خضينا الحمد لله يعني ما عندناش مشكل في اللوجيستيك وفي التخزين ديالو حيت يطوب درجات الحراره بين 0 و 8 درجات. فجميع المستشفيات كلها عندها يعني اماكن ديال التبريد وكاينه واحد اللجنه اللي تتسهر على هاد يعني على توزيع هاد اللقاح. والان كاين واحد التدبير على الصعيد الوطني اللي هاد اللقاح غادي يوصل للقرى والمدن ويوصل جميع الساكنات لانه كاينه واحد البرنامج اللي غادي تبدا من البدايه ديال ديسمبر واللي غادي تكون خلال 3 شهور واللي غادي تكون على 4 مراحل واللي كيتحددوا شكون هما الناس اللي كيتخضوا فيها والناس كلهم الاماكن مستشفيات القرب المستشفيات الجامعيه وكان وحدات تنقل كذلك حتى هي تتنخرط باش جميع المغاربه يوصلوا لانه الى ماشي 70% على الاقل المغاربه خضوا هذا الفاكسان راه ما غادي يمكنناش نتغلبوا على هذا الوباء لانه نعم بروفيسور مصطفى هل اللقاح سيكون مجانيا؟ هذا سؤال اظن بانه الوزاره المعنيه هي اللي خصها تجاوب عليه ولكن انا في وجهه النظر ديالي الحين الى جينا نشوفوا يعني ما سبب لنا من خساره على المستوى البنيات الصحيه وكذلك من الناحيه الاقتصاديه راه لا داعي باش نجيو حتى وجدنا اللقاح ونبداو تنتراجعوا غير بثمن اللقاح فهذا بالطبع راه يعني غادي يكون فيه واحد الربح كبير للدوله ديالنا والمجتمع ديالنا نتخلصوا في اقرب وقت من هذا الفيروس وبالطبع نعودوا للحياه العاديه ديالنا والحياه الاقتصاديه اللي يمكننا راه نعاودوا نسترجعوا عشرات ما اللي مشينا فيه فلا داعي نبقاو غير يعني انتم تشوفوا هاد يعني هاد لي فيك نيوز والتضاربات اللي كاينين فاذا بقينا غير تنهضروا على مجانيات اللقاح ولا فهمتيني راه اللي تهمنا هي الصحه ديال المواطن وانقاذ كذلك الاقتصاد ديال البلد اللي هو في النهايه هاد وجهه النظر ديالي ولكن الوزاره الوصيه هي اللي خصها يعني تعلن لانه واش مجاني او لا غادي يكون تكلفه وحتى اذا كانت تكلفه تتعلن عليه بشكل رسمي باش نحدوا من هذه التضاربات ديالي. واضح بروفيسور مصطفى الناجي على ذكر الاشاعات والمعلومات المغلوطه كيف نقنع المجتمع باهميه لقاح كورونا بشكل عام في ظل انتشار هذه الاخبار الزائفه والمضلله عن هذا اللقاح؟ وانتم كما تعلمون منذ البدايه ديال هذا الوباء يعني تقريبا سنه هذه وحنا تنعيش في غير هذا اخبار زائفه وهذا تكذيب وتنضيع واحد الوقت كبير لا من ناحيه السلطات الامنيه باش تحقق وباش تكذب ولا من ناحيه السلطه الرابعه اللي تتمثلوها انتم يعني باش تكذبوا هذيك الاخبار الزائفه ولا شي حاجه هذا ضياع كبير وتنشوف بانه المشكل الكبير هو المشكل البشريه كامله والمشكل ديال الصحه ومشكل الاقتصاد شنو اش غادي نربحوا من هذه الاخبار الزائفه المشكل بسيط كاين هنالك فيروس اللي تيؤدي بالوتي وعنده نسبه الاماته عاليه ونسبه الانتشار عالي والحالات غادي تتفاقموا شنو الحل الى واضح دكتور الحل هو لقاح وهذا اللقاح العالم كله دابا انتم تشوفوا العالم كله اصبح قريه العالم كله تيتهيب باش ياخذ لقاح بروفيسور لو سمحت هل نطمئن المغاربه بشان نجاعه هذا اللقاح؟ هو فعلا لازم تكون هنالك واحد الطمأنه لانه لا يعقل بانه انتم راه تتعرفوا منذ البدايه يعني شكرا. يعني كاينه واحد الطمأنه وعلى راس اللي خضى يعني الملف هو صاحب الجلاله نصر الله واللي عطى واحد العنايه الاولويه للشق الصحي للمواطن والشق
والشق الاقتصادي، وكذلك هو اللي ترأس اللجنة ديال هذا اللقاح. فهذا أكبر ضمان يقدر يكون عند المغاربة. شكرا لك. شكرا لك البروفيسور مصطفى الناجم، مدير مختبر الفيروسات بكلية الطب بالدار البيضاء.